دراوشة من حيفا. أحمد، إذا كنا أشرنا منذ قليل إلى تواصل ذوي صفارات الإنذار في مناطق الجليل، ولكن هذا ليس خاصا فقط بالجليل وإنما أيضا في مناطق أخرى. إذا أود أن أشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارة على بلدة عرب صليم جنوب لبنان. لنذكر بأن الجيش الإسرائيلي ما زال يقصف بسلاح الجو هذه المناطق، وصفارات الإنذار تداوي من الناحية المقابلة. إليك أحمد. بالفعل، والجيش الإسرائيلي يقول إنه سيستمر خلال الفترة المقبلة في عمليات القصف، خصوصا في عمق لبنان، في منطقة البقاع، في مناطق في الجنوب خارج المناطق التي يعتقد أنه سيركز عمليته البرية فيها، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، لأنه يدعي أن هذه المناطق فيها مخازن أسلحة لحزب الله اللبناني، فبالتالي هو يريد أن يستمر في عمليات القصف هذه حتى ولو كان التركيز خلال الساعات الماضية منذ منتصف الليلة الماضية أو قبل ذلك بكثير أو بقليل هو على العملية البرية الإسرائيلية. حتى الآن يبدو أن العملية البرية لا تزال في مراحلها الأولى، لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي ملاصقة للحدود عند الحدود اللبنانية، وأن دوي إطلاق النار الذي كان يسمع في ساعات الصباح هو من ضمن عمليات التمشيط. عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي مناطق معينة في قطاع غزة فإنه بدأ هذا الاجتياح بعمليات تمشيط، وتكون عمليات التمشيط مكثفة ويتخللها إطلاق نيران كثيف، إما من رشاشات يكون عادة مستواها مرتفع من أجل إصابة المقاتلين الذين يقفون على أقدامهم، لكن أيضا يكون هناك إطلاق نار من رشاشات منخفضة تقريبا بمستوى أقل من 20 أو 30 سنتيمترا من أجل إصابة المقاتلين الذين يكونون منبطحين على الأرض. يتزامن هذا الأمر مع إطلاق قنابل مضيئة، هذا الأمر شاهدته عندما كنت في غلاف غزة تحديدا في منطقة بيت حانون، وعادة الجيش الإسرائيلي يكرر هذا الأمر في عمليات الاجتياح. بالتالي دوي إطلاق الرصاص الذي كان يسمع بكثافة طوال الليلة الماضية في المناطق التي يرجح أن الجيش الإسرائيلي تقدم منها جنوبي لبنان، قد تكون على الأرجح نيران إسرائيلية هدفها ليس الاشتباك مع مقاتلي حزب الله، إنما تمشيط تلك المنطقة تمهيدا لتقدم الجيش الإسرائيلي. وهذا ما يلمح إليه صحفيون إسرائيليون عبر القول إن الاشتباكات لم تكن كثيرة خلال الليلة الماضية. بيان حزب الله أيضا يؤكد هذا الأمر، لكن أيضا إسرائيل غير قادرة على التحديد بحسب ما يقول المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية عدد مقاتلي حزب الله في المناطق التي بدأ يعمل فيها وفي محيط المناطق التي يعمل فيها. بالتالي لا يزال التقدم العسكري الإسرائيلي، العملية البرية، الاجتياح البري في مراحله الأولى، إلى درجة أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على تحديد عدد مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة. يتقدم الجيش الإسرائيلي رويدا رويدا وهو يصر على أن عمليته العسكرية محدودة. فيما يتعلق بالتطورات السياسية واحتمال عقد اتفاق خلال الفترة المقبلة، يتحدث مصدر إسرائيلي لهيئة البث الرسمية أن إسرائيل معنية في البداية بإنهاء العملية البرية وبعد ذلك فقط الخوض في الاتصالات السياسية. شكرا جزيلا لك أحمد دروشة، مراسل التلفزيون العربي، على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من حيفا. شكرا أيضا لمراسلتنا جويس الحاج خوري من جنوب لبنان.